بحث اجتماع المراجعة السنوي للخطة المشتركة بين حكومة السودان ومنظمة اليونيسف بحث أولويات خطة العام 2020 في مجال حماية الأطفال. وأكدت الأمين العام لمجلس الطفولة القومي سعاد عبد العال الدور الذي يطلع به الشركاء في حماية ورعاية وتنمية الطفولة، داعية إلى إحكام التنسيق لإحراز نتائج أفضل في قطاع الطفولة. وطالب السعاد طالبت اليونيسف بلعب دور أكبر في دعم آليات التنسيق للقيام بدورها كاملا. واستعرضت أولويات الطفولة في المرحلة الانتقالية والتي تم تضمينها في البرنامج الإسعافي للحكومة الانتقالية لمدة 200 يوم، وتضمن البرنامج موائمة الاستراتيجيات والخطط مع المتغيرات من أجل سودان ينعم بالسلام والأمن والإخاء لخدمة قضايا الطفولة. من خلال الاجتماع نحن بنسعى لأننا نهدف لاستغلال آراء حول أولويات خطة العام 2020، وكذلك أهمية الاجتماع بتكمن في أن الاجتماع ده بيمثل قطاع الحماية بس، وهو قطاع الحماية من القطاعات التي تتكامل فيها المسؤوليات والمهام في عدد من المؤسسات والجهات الحكومية، بالإضافة للدور الكبير الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني. نتوقع أن الاجتماع يخرج بإطار عام للخطة بتاعة 2020 متمثلة في الأولويات بتاعة الطفولة للمرحلة الانتقالية.